عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في قناة إيمان زهرة المطبخ التونسي. اليوم أصدقائي باش نعطيكم وصفة ياسر بنينة وسهلة وفيسع تحضر وتنجم تكون بديل للبريك، خاصة للعباد اللي ما تحبش بريك كل يوم، هكا تكون فكرة معناتها يعوضوا بها، ولو إنه صعيب شوية نلقاو اللي شكون يستغنى على البريك خاصة في رمضان. باهي إن شاء الله باش نعمل لكم التخت سالي. والتخت هذه راني خاصة الوصفة راني نعتمد فيها عندي سنين ومنين، وبالحق راهي ما نبدلهاش لأنها تعطيني ريزولتا طيارة، وخاصة البات يا جماعة كيف نقول لكم البات تذوب في الفم ما شاء الله. باهي نعطيكم لهنا المقادير. لهنا عندي رطل فرينة. بالنسبة للمقادير أنا باش نعطيكم المقادير اللي باش نستعملهم، أنتم تحبوا تعملوا شطر الكمية، هي راهي حتى شطر الكمية تعمل لكم. باهي لهنا عندي رطل فرينة يعني 500 غرام فرينة. لهنا عندي 250 غرام زبدة تكون بحرارة الغرفة، والزبدة راني ديما اللي نستعمل فيها تكون زبدة مصدر حيواني مش مارغرين، لان الزبده مصدر حيواني ديما هكا تكون بنينه ومعناها تعطي طعمه وريزلتا خير. لهنا باش ناخذ مغرفه صغيره ليفيغ شيميك، خميره نتاع جاتو. هنا عندي زوز بيضات، ولهنا عندي الملح. الوصفه هذه اللي باش نعملها لكم ان شاء الله مره اخرى باش نعطيكم وصفه تشبه لها ميل التخت سالي، بريسك نفس المكونات هذوما بالضبط، جزء الاختلاف في الملح والسكر فقط. به بسم الله، اول حاجه لهنا ناخذ الزبده. الزبدة لازمني نخدمها هي والعظم باش تطرى بالكدا. الوصفة هذه عملتها برشا مرات في اللايف في الباج، وتلمون في ساعة تحضر بسم الله، تلمون في ساعة تحضر نعملها ونوري لهم الريزولتال كل شيء في اللايف. هاك الزبده هذه لازم نخدموها مليح هي والعظم، جست هكا يتجانس وتولي الزبده عندنا طريه وقوام معناتها واحد. ولهنا طويكه ناخذ نزيد الفرينه بسم الله. هنا الملح، ولهنا مغرفة صغيرة خميرة تاع جاتو، هذه باش تعطينا كل الهشاشة نتاع البات. بالحق يا جماعة تجي بنينة وخفيفة وصحية لأنها باش تطيب في الفور تذوب في الفم بالحق. دونك لهنا نخلطها ونلمها لمان، راهو السر في نجاح البات هذه انها تتلم لمان ما تتعجنش، اذا تعجنوها راهي تجيكم يابسه كيما البات سابلي، راهي ما تختلفش حاجه كبيره. هذه هي العجينة نتاعنا حاضرت، ليتو فيسا حاضرت. باهي لهنا إذا عندكم الخليط حاضر تنجموا تحلوها وتستعملوها ديريكت، لأنها ما تستحقش باش ترتاح خاطر ما عجنهاش. إذا كان الخليط مازال ماهوش حاضر عندكم تنجموا تغطوها وتخلوها لين تحضروا الحشوة نتاعكم، مي على شرط إذا كان الكوجينة نتاعكم سخونة تخلوها في الفريجيدير، إذا كان الكوجينة نتاعكم باردة معناتها ما عندكمش حاجة هكا سخونة تنجموا تخلوها لين لو طون هكا تريجين تحضروا الحشوة نتاعكم. نتعداو تويكا للحشوه نتاعنا واللي هي حشوه ياسر بسيطه. لهنا كيما تشوفوا عندي قصيت معدنوس، لهنا راس بصل، لهنا هذا شويه بصل شايح يفوح، لهنا عندي زيتون اخضر واكحل قصيته زاده، لهنا عندي ثلاثة جبن طوابع، لهنا باش نزيد عليها جبن رابي. بالنسبه للي ما عندوش جبن رابي راه ينجم يحط كان جبن طوابع اكهو تكفي، راهي ما تستحقش معناتها برشا. لهنا عندي حكة طن. بالنسبة للطن يا جماعة نحب لهنا نحل قوس صغير، في بالكم الطن متاع تونس أبن بألف مرة من الطن متاع فرنسا. بالحق الطن متاع تونس أنا واحدة من الناس مريتش كيفه بصراحة، ياسر بنين على الأخر صدقوني، خاصة اللي في الغربة يبدأ يتشهى في حاجة تونس تقولش عليه كأنه ندرا شنو يتشهى ديما. وين صدقوني وين نجي نحل حكة طن نتذكر اللي الطن متاع تونس بنين هكا، وتجي على بالي الريحة والطعم اللي فيه بالحق ما مريتش كيف. لهنا باش نكسر
العظام ونشوف قداش يستحق الخليط. بسم الله. لهنا باش نحط شويه ملح، ما نكثروش ملح خاصة في رمضان اصدقائي، ما تكثروش. لهنا شويه كليل يعطيه طعم بنين على الاخر، ولهنا شويه فلفل كحل هكا هو مستحق برشا فلاح. لهنا خممت باش نزيد عليها شويه كريم فريش، بسم الله اختياريه، ما تعطينا هكا دوسور بعديك في الحشوه تبدا بنين على الاخر. بسم الله. هذه هي الحشوه نتاعنا ومكوناتها، هاك الكيسه حضرت. نرجعوا طويكه للبات نتاعنا. انا البات هذه ديما وين نجي نحلها لازمني نحطها بين دو بابي كويسون، هكا جوج ورقات نتاع طبخ تعاوني في الحلان وتجيني مستويه بالكدا وما تبداش هكا اللي تتقطع. لهنا ديت كيفاش جات هكا رطبه، هذا ما تطيشوهوش راه تنجمو تستعمليه. باهي هذايا لهنا انا الطبق اللي باش نطيب فيه، هذايا حطيت لهنا بابي كويسون، مي مش بشرط اذا عندكم طبق تعرفوه ما يلصقش تنجمو ما تحطوش فيه، مي انا هذا ما مره لصق لي دونك راك عليه وليت معناتها ديما نحط فيها بابي كويسون. باهي بسم الله. لهنا نهزها بالسياسه، نجيب هذا في الوسط هكا وتقلبوها ضربه واحده هكا. هاك اصلا البابي كويسون يعاونكم حتى في حطانها. ولهنا تبداو تهبطوها بالسياسه هكا ليجيرمون، ما تنزلوش خاطر اذا تنزلوا راهو تولي تجواد البلاصه، تكونوا مثلا هذايا مثلا يكون خشنها هكا تقريبا حكايه 3 الى 4 ملم، اذا تنزلوا تولي تجواد من شيره وتقعد من شيره اخرى، دونك هكا علاش جوست تهبطوا هكا. وطويكه تاخذوا قلقال وتشدوا هكا وتنزلوا عليها. بسم الله. هي اللي باش تقص لكم الزيت، مي تقصوا لكم بروبرومون يعني بنظاف. اذا ما عندكمش معناتها تنجموا حتى بالسكينه، مي هكا تجي خير. هاو كريتو تجي مستوي. هاكا تجينا طاخت نظيفة ومزيانة في الأجناب. بالنسبة للزايد هذايا الكوليكا تنوريكم أنا شنو باش نعمل بيه، المهم كيف تلموه تلموه هاك تلزوه البعض متعجنوهوش هاك. ولهنا كيما تشوفوا بعد ما استويناها بالكدا طويك ناخذو الفرشيطة ونعملو على الوجه الكوليكا هاك. وطويكا ناخو هذيا عندي هذايا اليمونتيغ راهو معنتها الخاص باللي تاخد، هنا نحطو في الوسط. اذا ما عندكمش هذايا بطبيعة تنجمو تحطو حمص كعبات حمص والا لوبيا، المهم الغاية نتاعنا لهنا انو كيف نحطوها دريج في الفور ما تطلعش هذيا ما تتنفخش هكايا تقعد معنتها مستوية، دونك هذيا نحطها في الفور يكون سخنتو على 190 درجة دريج جست تشيح شوية وبعديكا نعاود نخرجها. نتاعنا كي خرجناها هذايا نخرجو بالسياسه خاطر سخون هاكا جوست دريج خليناها هاي جوست شاحت شويه من الفوق وكها. هنا طويكا نرجعو للخليط تحريكه خفيفه ونبداو نصبو. بسم الله.
تبعوا طباعه. هنا بالنسبة للزينة تحبوا تخلوها هكا راهي تجي، تحبوا تزينوها هكا بشوية حاجات، شوية زيتون مثلا، إذا عندكم طومات سوغيز زادة تجي مزيانة على الأخر، الاختيار معنتها ليكم. زادة من العجينة اللي تفضل عندكم، تنجموا هكا تشكلوا وردات، نجمات، الخيوط زادة هذوكم تنجموا تعملوا. وطويكة باش ندخلوها للفور. بالنسبة للفور بطبيعة على 190 درجة، إذا عندكم الفور ليش على من الفوق ملوطة تبدأوا ديما تشعلوا ملوطة وبعديك من الفوق، هذاك باش يعطيكم جسك اللون المزيان الذهبي. بالنسبة للي عنده الفور شالوغ تغنوط يحط البروغرام هذاك. العجينة اللي فضلت تاخذوا هكا، إذا عندكم ديمول صغار متاع تاخت تحلوهم هكا وتطيبوهم بنفس الطريقة، يجيو عندكم دي تختولات صغيرونات مزيانين زادة. كما قلت لكم اصدقائي، اذا تحبوا تعملوا شطر الكميه نتاع البات اللي عملتها انا، راه تنجموا تعملوا توليو تعملوا 250 غرام فرينه على 125 غرام زبده بيضه واحده، نص مغرفه صغيره نتاع ليفيغ شيميك وشويه ملح. وهذه هي اصدقائي التخت نتاعنا اللي حضرت، هذا هو شكلها النهائي. بالنسبه للوقت خليتها 25 دقيقه بالضبط على 190 درجه. هذوما هما اللي تختولات الصغار زاده هاي كيفاش لازم يكون. بالنسبه للوقت نتاع التختولات الصغار خليتهم اقل شويه بالطبيعه، وانتم هاكا عينكم ميزانكم، دونك لهنا نقص معاكم تشوفوها من داخل. البات راه ياسر هشوشة، هاكا فكرة مزيانة وحاجة خفيفة، وتنجم كيما قلت لكم تعوض البريك. شنو رايكم؟ هنا نوريكم القوام. هذايا الحق ياسر ياسر هشوشة. هاي لهنا نحل لكم كعبة. بسم الله هاكا من داخل تبدا طايبة، ومن برا زادة كيف كيف. اصدقائي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه خفيفه نتاعنا لليوم، ان شاء الله تجربوها، متاكده باش تعجبكم باش تعملوا عليها كيف على الاخر. خاصه البات يا جماعه راهي ياسر بنينه، والبات هذه راهي تصلح لجميع انواع اللي تاخت سالي الكل ليك، فقط انتم تبدلوا الحشوه نتاعها حتى طون دو كويسون، معناتها تخلوها 25 دقيقه في الفور كيف كيف. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هذه، بالطبيعه اذا عجبتكم ما تنسونيش في لي جيم ولي كومونتير المزيانه نتاعكم. صدقوني يا جماعه راني نبدا نقرا في لي كومونتير ونبدا عامله عليهم كيف، ربي يبارك لكم ربي يفرحكم الناس الكليكه. بالنسبه للزوار الجدد في القناه ما تنساوش قبل ما تخرجوا تعملوا سابوني في القناه، اشتراك وضغط على الجرس باش وين نهبط فيديو روسيت تجربوها، وبطبيعه الحال باش تكون الروسيت مضمونه 100% ان شاء الله. اصدقائي توكا مقلنا كان خليكم على خير، شهيه طيبه الناس الكل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.